بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فطيرة الجبنة. عندنا كوباية دقيق متقلب عليهم رشة ملح وربع معلقة صغيرة سكر، وهنضيف معلقة كبيرة زيت وربع كوباية مية او على حسب ما هتحتاج العجينة معانا، وهنقلبها كويس. وبعد كده هنعجنها بايدينا كويس جدا حوالي 10 دقايق. خلاص كده العجينة اتعجنت معانا كويس اوي، ما بتلزقش خالص. هنغطيها بالنايلون وهندخلها التلاجة ترتاح من ساعة لساعتين. وبعد ما العجينة ترتاح معانا هنرش الرخامة دقيق، وهنرش على العجينة دقيق خفيف، وهنبدأ نفردها. خلاص كده فردنا العجينة بشكل مستطيل وبالسمك ده كده. عندنا حوالي 8 كيلو جبنة تلاجة، هنهرسها بالمعلقة كويس اوي، وهنفرد الجبنة في نص العجينة بس، وهنرش عليها شوية سمسم محمص وزعتر ناشف، هنفركه بايدينا بحيث ينزل صغير قوي. وبعد كده هنبل ايدينا بالمية وهنمسح اطراف العجينة بالمية كويس، وهنقفل العجينة بالشكل ده كده. وبعد كده هنحط الفطيرة في صينية دهنينها زيت وهندهنها مية من فوق، هنبلها خفيف وهنرش عليها شوية سمسم، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 200 وهندخلها في الرف الأوسط. وخلاص كده الفطيرة خرجت معانا من الفرن بعد حوالي تلت ساعة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.